بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني الطلبة أخواتي الطالبات الذين اجتازوا باك 2022، أقدم لكم اليوم تصحيح امتحان باك 2022 رياضيات شعبة علوم تجريبية موضوع واحد، موضوع الأول وتمرين أول. انتبهوا مليح، نص تمرين كما راكم تشاهدوا. F الدلالة العددية المعرفة إلى R بتمثيلها البياني سي F في المستوى المنسوب إلى المعلم المتعمد المتجانس أو جي تي مماس لسي في النقطة ذات الفاصلة صفر كما هو مبين في الشكل المقابل. أولا بقراءة بيانية أعين F فتحة لصفر وليميت لإف لإكس إذا إكس يعود نقص من النهاية وأعطي معادلة للمماس تي. ثانيا ناقش بيانيا حسب قيم الوسيط الحقيقي أم عدد حلول المعادلة إف لإكس هي إكس زائد أم. ثالثا بين أن أ يساوي واحد و ب يساوي نقص واحد إذا علمت أن إف لإكس هي إكس مربع زائد أ أسي إكس زائد بي. رابعا جي الدالة العددية المعرفة على R بي جي لإكس هي إكس مربع زائد واحد أسي القيمة المطلقة لإكس ناقص واحد تمثيلها البياني في المعلم السابق بين أن الدالة جي زوجية ثم أشرح كيفية إنشاء سي شي انطلاقا من سياف وأنشي سي جي. إذا كما راكم تشاهدوا إذا ننطلق لهنا الميل المستقيم ميل المستقيم مماس للمنحنى سي اف المستقيم يعبر عن النقطة أ واحد واحد يعني فاصلة وترتيبة و يعني مركز المعلم. إذن هي وشنهي أ فتحة صفر هي يقالك أ ناقص يقالك صفر يقالك أو على إكس أ ناقص إكس أو معناه كما تشوفوا واحد. إذن أ فتحة صفر هي واحد، هذا هو الميل اللي هذاك وهذه واضحة هاك تشوفوا أ والبي حسب قراءتنا للبيانية ليميت لإف دو إكس إذا إكس يولو نقص ما لا نهاية هاي نقص ما لا نهاية هاك تشوفوا نقص ما لا نهاية هاهو ها واش لهنا هي نقص واحد هاو نقص هذه هي نقص واحد. إذا معادلة تي معادلة تي عندك المعادلة مهما كان مهما كانت مهما كان المماس معادلة بصفة عامة لدي المماس هي أف فتحة للصفر مضروبة في إكس ناقص صفر زائد إف لصفر. إف فتحة لصفر هي واحد، إكس ناقص صفر هو إكس بقى صفر، إف لصفر هو صفر لأن المنحنى سي إف يعبر على أو، أو معلم مركز المعلم. إذا معادلة المماس تي هي إكراك يساوي إكس. ثانيا نقاش بنيين حسب قيم الوسيط ام اف لإكس هي اكس زائد ام اذا راك تشوفوا اف إكس اذا ام يساوي صفر راكم تشوفوا المستقيم
وهو الممستي. الممستي زيد. إذا كان أم يساوي صفر يوجد حل وحيدا، حل واحد يعني المماس، يعني عندك المستقيم هذا إكس يتقاطع مع سي إف كما تشوف لنا في النقطة أو مركز المعلم. إذا كان حل واحد. إذا كان أم أكبر من صفر يعني موجب، تصبح هذا المستقيم أكبر من صفر، هذا هو المستقيم. إذا واش كاين؟ كاين حلين، ها هو النقطة هذه والنقطة هذه، حلين نقطتين تقاطع. إذا كان أم سالب ها هو كيف يكون المستقيم، إذا ما يتلقاش ما يتقاطعش مع سي إف، ليس لها حلول، ليس لها حلول. ثالثا بين أن أ يساوي واحد و بي يساوي ناقص واحد إذا علمت أن إف إكس، راكم تشوفوا هذه هي. إذا علمت هذا حولا لا ليميت لقيناها سابقا لإف إكس، نعتبر بلي إف إكس هذه هي العبارة تاعها، هذه صفر زائد بي يساوي ناقص واحد، بي يساوي ناقص واحد، علاه هذه القيمة هذه تساوي صفر؟ لأن القوة دائما القوة الأسية أقوى من كثير الحدود، هذه لازم تعرف أكبر من هذه. إذا أسية ناقص ما لا نهاية هي صفر، أسية أسية ناقص ما لا نهاية هي صفر، والأسية دائما تتغلب على الكثير الحدود بجوار زيد أو نقص ما لا نهاية. إذا كاين معادلة أخرى إف تحل إكس هي المشتقة، المشتقة هاي لهنا إف تحل إكس هي أسية إكس مضربة في 2 إكس زيد إكس مربع زيد أ. نعرفو عند الصفر فتحة مشتقة، العدد المشتق عند الصفر هي أسية صفر زائد صفر زائد صفر زائد أ يساوي واحد، معناه أن أ يساوي واحد، لأن أسية صفر يساوي واحد. رابعا جيل إكس يساوي إكس مربع زائد واحد أسية القيمة المطلقة لإكس ناقص واحد، هل جي الدالة جي زوجية، هل إذا كانت جي زوجية فإن جي لي إكس يساوي جي لي ناقص إكس، نبحث على جي ناقص إكس. أعمل هنا ناقص إكس مربع زائد واحد أسية ناقص إكس، إذن جي إكس هذه تولي هذاك، إكس اثنين زائد هذه وشني هذه كما راكم تشوفوها، هذه راهي جي إكس. لأن القيمة المطلقة لناقص إكس هي القيمة المطلقة لإكس، إذا من أجل إكس يساوي صفر القيمة المطلقة لإكس هي إكس، ومنه أن جي إكس
هي اف لي اكس فيما يخص المنحنى على المجال صفر هذاك. من بعد اذا واش ندير؟ نرسم من صفر الى ما زائد ما لا نهايه. نرسم سي جي اكس وهو في الحالة اف لي اكس ايكال جي دي اكس، ومن بعد لهنا الخط المتناظر بالنسبة لمحور التراتيب، هذه هي جي سي جي. لنا في الخط الأول هو اف لي اكس يساوي جي اكس، نكتفي بهذا الخط. إذا الخط الموجود لهنا ما عندوش حتى اعتبار، هذا غير موجود. بعد إذا رسمت هذا الجزء من ذاك الجزء هذا، نرسم الجزء المتناظر مثلك، لأن وانتهينا. نزيد نعطيكم ثاني كذلك هاي. تشوفوا الجي دي اكس
تاعنا.